تطور عسكري جنوب سوريا، حيث علمت الحدث أن فيلق القدس الإيراني في سوريا نقل صواريخ إيرانية دقيقة عبر المسار البري. في موازاة ذلك، أكدت المصادر أن هذه الصواريخ موجهة نحو إسرائيل وأن هناك أعدادا كبيرة منها لم تستطع تفصيلها. وبحسب المصادر، فإن الغارات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت جزءا من هذه الصواريخ. ويأتي ذلك غداة تصريحات لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أكد فيها جهوزية الجيش بمجموعة خطط عسكرية متى قررت الحكومة الإسرائيلية مهاجمة إيران. وشدد كوخافي أيضا على أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات عسكرية ضد إيران في سوريا، كاشفا عن تقليص إيران لوجودها قرب الحدود الشمالية السورية بشكل كبير.